بعد محادثات استمرت حتى فجر الاثنين، خرجت لجنة المتابعة العربية بشأن سوريا بعرض للرئيس السوري بشار الأسد يؤمن مخرجا له مقابل تنحيه عن الحكم بسرعة. العرض العربي تضمن كذلك دعوة للأسد لاتخاذ موقف شجاع لوقف إراقة الدماء في بلاده، ودعوة قطرية للمعارضة لتشكيل حكومة انتقالية. الدعوة العربية لاقت رفضا سوريا سريعا، إذ أكد المتحدث باسم الخارجية السورية أن القرار يعود للشعب السوري. نأسف لانحدار الجامعة العربية لهذا المستوى اللا أخلاقي في التعاطي مع دولة مؤسسة لها، عوضا عن أن تساعد سوريا هم يؤزمون الموقف أكثر وأكثر. البيان الذي يدعو للتنحي وما إلى ذلك وسلطة انتقالية هو تدخل سافر بالشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة مثل الجمهورية العربية السورية، وهي دولة مؤسسة لهذه الجامعة العربية. مقدسي تطرق إلى ما وصفها بالحملة الدعائية الكاذبة عن إمكان استخدام الأسلحة الكيميائية في المعارك. تود الوزارة إعادة التأكيد على موقف الجمهورية العربية السورية المتمثل بأن أي سلاح كيماوي أو جرثومي لن يتم استخدامه أبداً، وأكرر لن يتم استخدامه أبداً خلال الأزمة في سوريا مهما كانت التطورات لهذه الأزمة في الداخل السوري، وإن هذه الأسلحة على مختلف أنواعها مخزنة ومؤمنة من قبل القوات المسلحة السورية وبإشرافها المباشر، ولن تستخدم أبداً إلا في حال تعرضت سوريا لعدوان خارجي. وفيما يتعلق بالمعابر التي سيطرت عليها المعارضة، أكد مقدسي أن هذه النقاط ليست كالحواجز التي تخضع لمراقبة دائمة، مشددا على استعادة السيطرة عليها في غضون أيام. في المقابل تواصلت أعمال العنف على جبهتين، الأولى في دمشق حيث سعت قوات الأمن السورية لاستعادة بعض الأحياء من قبضة المعارضة، والثانية في حلب حيث اشتدت المعارك بعد دعوة الجيش السوري الحر لعناصره للزحف نحو المدينة. النظام السوري تمكن من استعادة السيطرة على بعض أحياء العاصمة، فبعد الميدان والقابون دخلت قوات الأمن إلى منطقة بساتين الرازي في أحياء المزة ونفذت حملة اعتقالات وتنكيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما نقل ناشطون عن تنفيذ عمليات إعدام في حق 23 شخصا في المزة وبرزة بعد دخول قوات النظام إليها. أما في حلب فالمعارك مستمرة بين القوات الأمنية والمعارضين بالتزامن مع استدعاء تركيا لقنصلها العام في حلب للتشاور.